الله تعالى وبركاته. هذا تقرير عن اجتماع اللجنة العليا للطوارئ اليوم، الطوارئ الصحية، وكالعادة بنستعرض فيه الأوضاع بشكل عام. بدءاً اليوم لم يكن هناك تغريع عن الأوضاع الصحية والطبية بسبب بعض المشاكل الفنية، لكن غداً إن شاء الله سنقدم تغرير عن الأوضاع الصحية يشمل اليومين، يعني اليوم ويوم غد سنقدمهم معاً قد إن شاء الله، قد إن شاء الله. المتابعة لتطبيق حظر التجوال الشامل، كالعادة استمعنا إلى تقارير من جهات مختلفة، شرطية وأمنية وغرفة ولاية الخرطوم واللجنة الأمنية لولاية الخرطوم، بالإضافة للملاحظات الشخصية لأعضاء اللجنة العليا، يعني قادمين من مناطق مختلفة من العاصمة. في إجماع لأنه بعد الساعة الواحدة ظهرا في التزام كامل، يعني الحركة بتتوقف تماما، والكباري الحركة فيها منضبطة لمن يملكون وزونات الحركة فقط، ولكن ما تزال هناك مشاكل في الفترة الصباحية. كما ذكرنا بالأمس لا تزال المواصلات العامة تعمل، حركة المواصلات العامة تعمل، ولذلك غرفة ولاية الخرطوم عبر شرطة ولاية الخرطوم أصدرت توجيهات صارمة بدأ تطبيقها من اليوم وستطبق بصرامة غد، بإيقاف أي سيارة مواصلات عامة وسحب الرخصة وإيقاف السيارة وفتح بلاغ في مواجهة السائق. هذا سيتم ابتداء من صباح غد لكل سيارات المواصلات العامة داخل ولاية الخرطوم، باعتبار أنه قرار الحظر يشمل إيقاف حركة المواصلات العامة، وده لكي نساهم في تقليل حركة المواطنين بين الأحياء وداخل المدن. كما ذكرنا أنه فترة السماح مقصود بها الحركة داخل الحي حتى يستطيع الناس أنه متطلباتنا اليومية يحصلوا عليها من داخل الحي، وقطعا في كل الأحياء المتطلبات اليومية متوفرة، ونريد أن نقلل من حركة الناس بين الأحياء وبين المدن. هناك حيكون صرامة في تطبيق مسألة عبور الكباري في الفترة الصباحية، وأيضا إيقاف حركة المواصلات العامة، وسنصل إلى أنه حتى المركبات الخاصة المتحركة على نطاق واسع سيتم إيقافها والتحري عن أسباب تحركها وغيرها. الغرض الأساسي من هذا الأمر هو نحن نقلل من الاحتكاك، نقلل من التجمعات، وبالتالي نقلل من تعرض الناس للإصابة بالفيروس، وده الغرض الأساسي مسألة الحظر الشامل. ونرجع ونقول مرة أخرى أن هذا الأمر ليس خيارا، نحن اضطررنا إليه اضطرارا وأخذنا العظة من تجارب الدول الأخرى، ومرة أخرى بنناشد الناس أنهم يتابعوا الأخبار العالمية ويتابعوا مستويات انتشار المرض في بلدان العالم المختلفة. هذا المرض لا يفرق بين غني وفقير، بين أبيض وأسود، لا يفرق بين غارة وأخرى. صحيح أن الإصابات في أفريقيا أقل، ولكن كل التقارير الدولية بترشح أفريقيا لأنه يحصل فيها ارتفاع في نسب انتشار المرض خلال المرحلة القادمة نتيجة لضعف النظام الصحي، ونحن لسنا بمن جاء من ذلك. نحن أيضا نظامنا الصحي ضعيف وغير قادر على الصمود أمام موجات بتاع إصابات كبيرة. لذلك كل هذه الإجراءات الغرض منها هي محاولة يعني إقلاق البلد حتى لا يدخل مصابون كثر، وحتى لا يحصل عملية بعد انتشار مجتمعي كبير. أيضا واحدة من الإشكالات خلال اليوم، ما تزال هناك مشكلة في الخبز، ما تزال هناك مشكلة في الغاز، ما تزال مشكلة هناك في محطات البنزين، وهذه هي قصور من السلطات الحكومية. يعني السبب الأساسي في ذلك أنه في معظم هذه المناطق الكميات التي تصل غير كافية للمواطنين. تقارير الدقيق تقول أنه كان هناك مطحن متوقف، ولذلك الكمية التي سلمت بالأمس كانت أقل من حصة الولاية، ارتفعت اليوم قليلا لكنها أيضا لم تصل للحصة الكاملة للولاية. غدا وبعد غد إن شاء الله نصل إلى مرحلة الحصة الكاملة للولاية، وأعتقد أنه هناك أعداد كبيرة من المطاعم متوقفة، بالتالي يفترض أنه يكون في وفرة في المخابز في الأحياء، لأنه كان جزء من الخبز اللي بيخبز في مخابز الأحياء بيساب إلى المطاعم، الآن ضخمة وكبيرة جدا ومعظم هذه المطاعم متوقفة، وبالتالي يفترض أن يكون هناك وفرة، لكن مرتبطة طبعا بأنه الحصة الكاملة للولاية من الدقيق يتم تسليمها. أيضا هناك مشاكل لوجستية نتيجة لأنه صدر قرار بإلغاء نظام الوكلاء، ولكن النظام الجديد لم يرسخ بعد، لذلك هناك مشكلة في توصيل ومتابعة ومراقبة حصص الدقيق للمخابز. ونحن بنعول كما ذكرت على ليان المقاومة
ولجان التغيير والخدمات في مناطق في الولاية وفي أحياء. هذه اللجان بتعمل بانسجام وبتنسيق كامل مع الجهات الحكومية، بتعمل مراقبة على المخابز، في بعض الأحياء بتعمل على تسليم الخبز للمواطنين وبالتالي تقلل من الازدحام، بينما مع الأسف في أحياء ما تزال لجان التغيير ولجان المقاومة غائبة فيها ولم تقم بدورها، ونحن نعول كثيرا علينا تنشط وتقوم بهذا الدور حتى تساهم في تقليل تجمعات الناس أمام المخابز. بالنسبة للغاز نفس المشكلة، واضح جدا أنه القرار بتاع أنه يتم توزيع الغاز في الميادين وليس عبر الوكلاء ما أتيحت له الآليات اللوجستيات الكافية، ولذلك هناك مشكلة، الناس ذهبوا إلى بعض الميادين ولم يأتي الغاز، أو أنه حصلت تجمعات كبيرة جدا وبيتم مراجعة هذا القرار، ولكن ليست هناك مشكلة في توفر الغاز نفسه كما حادث مع الدقيق. أيضا هناك مشكلة في محطات البنزين، في ازدحام ومشاكل حصلت، ونحب أن نكرر مرة أخرى القرار الذي يعني يتم تطبيقه من الغد بصرامة، أن سيارات الملاك الخاصة وسيارات المواصلات العامة أصلا هي يفترض أنها تكون ما متحركة، وبالتالي ما مفترض أنه يكون في عندها نصيب في محطات البنزين. الناس يتكلم عن أنه أي شخص عنده سيارة خاصة ربما يتعرض للطوارئ، أرقام الطوارئ متوفرة، يمكن الاتصال بالإسعاف، يمكن الاتصال بطوارئ الشرطة 3 اتصالات، وكلها ممكن تكون جاهزة في خدمة المواطنين. بالإضافة لأنه ما أعتقد أنه يعني كل السيارات الخاصة بتاعت المواطنين ما فيها ولا جالون بنزين لاستخدامه خلال الطوارئ. المطلوب تقليل حركة الناس داخل المدينة خلال ساعات المفكوك فيها الحظر، ولذلك ليس هناك من سبب لتزويد هذه السيارات بالوقود. ابتداء من غد سيتم بصرامة في محطات الوقود التأكد من أنه الوقود للسيارات التي تحمل أوزونات، وبالتالي دي المجموعات التي تعمل أثناء حظر التجوال، هذه هي المجموعات الوحيدة المسموح لها بالتزود بالوقود من محطات الخدمة المحددة، وهي 9 محطات في الولاية. كانت في محطات لديها كميات من البنزين ربما تسببت أيضا في أنه السيارات وقفت فيها، لكن لن يتم تزويد أي محطات أخرى بالوقود غير هذه المحطات 9 المحددة والتي ستتخصص في تقديم الخدمة للناس اللي عندهم أوزونات. في شكاوي كثيرة من الكوادر الصحية والطبية، ولذلك أيضا سيتم التأكد في محطات الوقود من بطاقة الكادر الطبي أو الصحي، بالإضافة لرخصة السيارة المسجلة باسمه، ويسمح له بالتزود بالوقود، بالإضافة لمن يحملون أوزونات العمل أثناء حظر التجول. ده حيتم التشدد عليه بشدة ابتداء من يوم الغد. نحن مرة أخرى بنكرر مناشدتنا للمواطنين أنه يحصلوا حركة داخل الأحياء، والجهات المسؤولة عن توصيل السلع وكذا ناقشنا اليوم كل أوجه القصور فيها، وتم توجيه صارم لهذه الجهات بأنها تعمل على تزويد البغالات في الأحياء، الدكاكين في الأحياء بكل المواد التموينية اللازمة حتى لا يضطر الناس إلى الخروج من حي إلى حي آخر أو إلى تنشيط الحركة بتاعت السيارات داخل المدن بشكل جازم. كما ذكرت أيضا سيتم التشدد مع المواصلات العامة، أيضا يعني بائعات الأطعمة والشاي، وزارة الرعاية الاجتماعية ووزارة الاتحادية وزارة التنمية الاجتماعية الولائية مع ديوان الزكاة مع وزارة المالية بيجهزوا في مساعدات مالية لهذه المجموعات حتى لا تضطر إلى العمل خلال الأيام حظر التجوال الشامل. نحن نعلم أنه لا بد من توفير مقابل مادي لهم بالإضافة إلى مساعدات عينية. الجهات المسؤولة عن توصيل المساعدات العينية كما ذكرنا عملوا تجربة اليوم والأمس، كانت تجربة ناجحة، وابتداء من يوم الغد حيغطوا أحياء أكبر بقوة عددية أكبر حتى يستطيعوا أنه يغطوا كل الأحياء الطرفية والهامشية اللي بيشكوا الناس فيها من عدم توفر دخل ليهم نتيجة لأنهم بيعتمد على العمل اليوم، وإن شاء الله حينشطوا ابتداء من يوم الغد. المساجد في استجابة أكبر خلال اليوم، في عديد جدا من المساجد استجابت وبدوا بعد الأذان يوجهوا الناس بالصلاة داخل منازلهم، بالتأكيد هناك آخرون ما يزالوا يعني يعاندون في ذلك. نحن مرة أخرى زي ما قلت بنناشد المواطنين أنه يعرفوا تماما بأنه هذه المسألة بتاعت مناشدتهم بالبقاء في المنازل والصلاة في المنازل هي للحفاظ على صحتهم وعلى سلامتهم، وده واجب ديني وواجب صحي في نفس الوقت يعني. ونحن بنؤمل أنهم أيضا يتابعوا
البلاد الأخرى، البلاد الإسلامية الكبرى، وكلها وصلت إلى مرحلة أنه أقلقت المساجد وأوقفت الصلاة في المساجد، وطلبت من الناس أن يصلوا في منازلهم أو في رحالهم حفاظا على صحتهم وعلى سلامتهم. نحن نأمل أنه أئمة المساجد والمؤذنين والمواطنين يستجيبوا لهذا الأمر. شكرا جزيلا.